من ضمن الحكم التي ينقلها بعض أهل المعرفة، دخل رجل على بعض أهل المعرفة، أهل المطلعين على حكمة الحياة وفهم الحياة، قال له: ليس هناك ثمة بركة. هاي البركة الذي يقولها أهل العلم وأهل الفضل، ونجدها في الكتب ونجدها في الروايات، شنو هو مفهوم البركة؟ قال: أرأيت الأغنام والكلاب؟ قال: نعم رأيتهما. قال: أيهما ينجب أكثر؟ الكلب في كل دفعة يأتي بستة أو سبعة من الأولاد، أما الغنم واحد أو اثنين، أكثره ثلاثة. قال: إذن المفروض حسب الحساب الرياضي، المفروض الكلاب الآن ملأت الدنيا، ولكن دور حولك وأنظر حولك، شوف أيهما أكثر، الكلاب أم الأغنام؟ قال: أرى الأغنام أكثر. قال: هذا الغنم المفروض يكون هو الناقص، ليش؟ لأنه يذبح في كل يوم يؤكل، فالغنم هم ولادته أقل، هم يذبح في كل يوم. الكلب ولادته أكثر ولا يذبح في كل يوم، مع ذلك ترى أن الأغنام أكثر من الكلاب. ما هو السبب؟ قال: لأن الأغنام تنام من أول الليل وتستيقظ الفجر، أما الكلاب طول الليل تملأ الدنيا نباحا، فإذا طلع عليها الفجر راحت هجأت ونامت. الأغنام ينام من أول الليل وينهض من أول الفجر، يدرك ساعة الرحمة الإلهية فيكون عظيم البركة. أما هاي الكلاب تنام في ساعة اللي الرحمة تنزل على الخلق، مسلوبة البركة ما فيها. ونحن الآن في زمان أكثر الشباب وأكثر الأولاد يسهرون الليالي وفي ساعات متأخرة من الليل ينام. هو طبيعي هذا اللي ينام ساعة متأخرة من الليل، الفجر هم يروح عليه، ساعة الرحمة هم تروح عليه، بركة بعمرهم ماكو. بعض الناس في أعمارهم أكو بركة، ما يحتاج يعيش 100 سنة حتى يصير بركة، يمكن يعيش 30 سنة، يعيش 40 سنة، ولكن أكو بركة في عمره، عطاؤه يبقى. وفي ناس يعيشون 100 سنة بلا بركة. الشاب الناجح في حياته يبحث عن البركة في عمره، وأول خطوة في البركة في العمر تنظيم الوقت، وأول خطوة في تنظيم الوقت تنظيم النوم. اللي يعيش بلا وقت يعيش عبثي، فوضى، حياته فوضى، وهواية أشياء مهمة في حياته لا يستطيع أن يحققها. الوصية الثانية للإمام الصادق عليه السلام يوصي بها الإمام الكاظم، بعد ذلك الإمام الرضا صلوات الله عليه، يقول: الإمام الكاظم التزم بهذه الوصية حتى رحل من الدنيا. يقول له: يا بني خالط العلماء، من خالط العلماء وقر، صار عند رزانة وقار، ومن دخل مداخل السوء اتهم. هذا اللي يصادق أناس ليسوا كما ينبغي يتهم، هذا يدخل في مداخل السوء حتى لو هو بنية صافية داخل، لكنه يتهم. يا بني قل الحق لك وعليك، مو الحق إذا إلى جانبك تقول به، إذا صار على خلاف رغبتك تنكر الحق. ثم يعين له النظام، يعين لنا النظام: يا بني كن لكتاب الله تاليا، اقرأ القرآن. من الذي يستطيع أن يقرأ القرآن؟ الذي نظم وقته، نام مبكرا واستيقظ مبكرا. كن لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا، تعرف أو ما تعرف، هذه من أبرز خصائص وشعائر الإسلام وشعائر المسلم. وبالمعروف آمرا، وإياك والتعرض لعيوب الناس، لأن من يتعرض إلى عيوب الناس يتعرض إلى عيوبه. منو من الناس غير المعصوم خالي من العيوب؟ الأمر الثالث وأختم به الكلام: وثق علاقتك بإمام زمانك، ارتبط بإمام زمانك، ارتباط فكر، ارتباط قلب، ارتباط عمل. هذه وصية للسيد بن طاووس رضوان الله عليه، كتب وصية لولده، عند ولد اسمه محمد، وفي الوصية يكتب السيد بن طاووس، يقول: هذه الوصية ليست فقط لولدي، وإنما لكل من يبلغه هذا الكلام.
وما مخصصة بسن أو عمر. هذه الوصية مطبوعة في كتاب اسمه كشف المحجة لثمرة المهجة. يقول له: أوصيك يا ولدي محمد وأخاك ومن يقف على كتابي هذا. شنو هي الوصية؟ أوصيك بالصدق في المعاملة مع الله عز وجل، كن مع الله صادقا. الله عز وجل لا يخدع عن ناره وعن جنة. كن صادق ومع رسوله أيضا. واحفظ بما بشر به من ظهور مولانا المهدي عليه السلام. الله ورسوله بشر بظهور مولانا المهدي، أن تكون صادق في هذا. لاحظوا ماذا يقول. يقول: فإنني وجدت القول والفعل من كثير من الناس في حديثه عليه السلام مخالفا للعقيدة من وجوه كثيرة. ثم يعين له جملة من الأعمال. شنو يسوي الإنسان المؤمن حتى يرتبط ويوثق علاقته بصاحب الزمان؟ 4 وصايا وصاه. أولا: قدم حوائجه على حوائجك. إذا كنت في مجلس وأكو في هذا المجلس أشياء مشوقة للحضور وللبقاء، ولكن أكو فيه حرام، ما هي حاجة صاحب الزمان؟ أن لا يقع الحرام. قدم حوائجه على حوائج صاحب الزمان. ما عنده حوائج مادية، هو السماوات والأرض تحت أمره، بس عنده حلال وحرام، عنده طاعة ومعصية. ثانية: الصدقة عنه قبل الصدقة عنك. مو شرط أن تكون الصدقة مال، الكلمة الطيبة هم صدقة. إذا رأيت مؤمنا مواليا على خطأ تنصحه تنقذه من خطأه، صدقة. إذا رأيت 2 من المؤمنين الموالين يختلفان، اصلح بينهما، صدق باسم صاحب الزمان. 3: الدعاء له قبل الدعاء لك. تدخل عند سيد الشهداء في الزيارة، قدم الدعاء لصاحب الزمان قبل الدعاء لنفسك. هذا كثرة الدعاء لصاحب الزمان يوثق علاقتك به. وسعة في كل يوم 2 وفي كل يوم 5 أن تكون أعمالك الصالحة تعرض إلى صاحب الزمان صالحة. اجهد نفسك لا أقل في 2 من الأسبوع أن لا ترتكب شيئا ينفر صاحب الزمان منك. إذا نظم الخادم وقته في نومه في يقظته، وكان البرنامج اليومي هكذا، وهمه وسعيه لتوثيق العلاقة بصاحب الأمر، لا شك في أن في عمره ستكون البركة العظيمة. هكذا تكون البركة في العمر.